مشاهدي قناة شوف تي في، مساء الخير لكم، مساء النور للجميع. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر اللي غادي نشوفوا فيه حالة إنسانية ديال أب ثلاثة ديال الأطفال اللي كيعاني من إعاقة جسدية، اللي غادي تشوفوا معنا هو الآن كيناشد القلوب الرحيمة باش تقدم ليه يد المساعدة. نشوف المعاناة ديالو. وعليكم السلام السيدة. شو عاود لنا المعاناة ديالك مع الحالة الجسدية ديالك. هيدي البنيت الله يخليك، هيدي واخا بنيتو راه حيلها باقا صغيرة ما خصهاش تبان. تفضل سيدي، شنو هو المعاناة؟ تكلم يعني شنو عندي الحالة. المهم مع الحالة هي كان خرج من ترزق الله ما كانش لي ما كانش لي زي ما كيعرف اللي عطاني. انت خلقيتي هكذا؟ لا تقاسيت. شنو قالك؟ صغير ما بقاش عقل انا حتى لا راس. انت مزوج وعندك اطفال؟ عندي ثلاثة الوليدات. كيفاش كدير تعيش معاهم وتصرف عليهم؟ مع الزواد هكا بحال وجه. فهمتيني الزواد بحال وجه. واخا فين هي الزوجة ديالك؟ هنايا شنو داير هنايا تحت؟ داير تنوع. وري شنو هذا البنو ديال الطوموبيل يعني بيه باش كتكمل باش تزيد خشبه هادي عنده مريض شنو رجل اللي مريض هريها كامله لا اله الا الله عنده سنيات لي فهي معاقه عنده ما دارش هكايا ما كان جات السخانه في السوق ديالو شنو السبب ديال هذا المشكل؟ فين تما الرويضه؟ هذيك الرويضه ياك الرويضه بنو ديال الطوموبيلات ومكملينو بلا داير له ملايات وبونجا باش كيكمل باش كيكمل. هنا عطيني انت الزوجه ديالو كيفاش يعني كتعيشوا في الدار المصروف الحمام اختي مع الجواد مره كيدخل مره ما تيدخلش مرة سيدخل مرة ما سيدخلش وحنا غادي انا كيسترزق الله مع الجواد وحنا دابا مع هاد المرض وهاد الشيء راه مرة ما سيدخلش كاع هو كتبدي لا من قفا لا من سحاب. واخا انت عيانة شي شوية نعطي للأخت ديالو هي تكلمي انت الأخت ديالو المهم انت من العائلة ديالو من العائلة ديالي انا انتم كتشوفوا هاد الحالة الإنسانية كي دايرة ما كيستافد لا من قفا لم حتى شي حاجه كيمشي للباب اللي دق عليه ما كاين حتى باب اللي كيتحل في وجهو كيجيو يصوروا يديو تصاوروا ويديو الحاله المدنيه يديو كلشي وما كيستافدش انت هي الشهاده انه راه معاق انه خصو يستافد ما كاينش هادشي ما كاينش واش دخلنا عليك بالله حنا في دوله اسلاميه وهكايا هاد الحاله هادي تمشى في الزنقه وما كاينش لي عقل عليها ومع هاد الحجر الصحي عاوتاني ما نقولك زاد كمل انه ما كيستافد من حتى شي حاجه حتى اللي يجي يدق عليه ويقول له هاجي مرحبا ما كاينش هكذا بسم الله ما كاينش ما نحلفوش على محسن ما بغاش يبان الله يجازيه بالخير واحد الحاجه هما اللي يغنوا له المحل فين سكن ما لقاش فين يسكن تدواش راكي شتي داير ميكل داخل هنا هنا غنشوفو فين كيدوش وغنرجعو لهنا حقاش ما كاينش رايزون داخل خليك هنا جايه ما كاينش رايزون داخل كتحشيه فوق فوق كدوش ليه صافي كتحشيه لداخل وكدير له الماء وتغسل له الا ما غسلاتلوش ولا ما دوشاتلوش ما كاينش اللي غادي شكون اللي غيغسل له ولا انت الحمام ما عنديش غير الميكا عندي لا حمام لا والو وديور على الناس ما كيرحموش ما كاين حتى واحد اللي غيرحمو واش لا ما خلصش ولا لا ما عطاش ولا لا ما عاونوش المحسنين هذا السيد هذا منين غيعيش منين ما كاينش منين غادي يعيش ما عنده حتى شي دخل شهري قار ولا شي حاجه ما كاينش وهذا الوقت كله تغوت راسي يا راسي ما كاينش شي واحد اللي يشوف هذه الحاله الانسانيه ويتعاطف معاه على الاقل على الاقل غير بلغ شهري او لا يعني ماشي مريض غادي يتشافى
نقولوا راه غيتشافى مسكين وغينوض يخدم، ما كاينش يعني راه اعاقه دائمه هذه. واش تصوري انت تمشي بجلده وفي الارض وها انت الحجر الصحي؟ شوفي ها انت ها القرطه تيديرها عند نجار بالفلوس ماشي فابور، يتمشى بها اجي كورونا كي غدير ما تقيسوش، وهو الغبابر تطلع له في يديه وما يمكنلوش يدير ليغا تتعرق له يديه وتتزلق له الخشبه. رجالي رجالو تقشيره لرجلي انشدك الميكرو واخا تسمول تقشيره غادي يجي البرد. البرد الا ما لبسيش ما يلبسش، الا ما غطيتيش ما يتغطاش، الا ما ما يغسل الطواليط الطواليط خصني اللي يعاونوا فيها. واش هاد المراه مسكينه كي غدير بوحديتها ولا معيل واحد اخر؟ واش تقابله هو ووليداتها اولا تخرج تخدم؟ وفينا هي الخدمه دابا؟ ما كاين لا خدمه لا والو. حنا كنطالبوا بحاجه وحده، ان هاد السيد يشوفوا فيه المحسنين لوجه الله ها وجلاله الملك المسؤولين، لان حنا عندنا ما بقاوش مسؤولين. المحطش مشى تيدق المقاطعه ديالنا وقالوا له ما كايناش القفه، ما عندناش، ونسيو اللي استافدوا الاولين حنايا نسيناك. ربما يعني بالنسبه للقفه ربما يعني قلتي ان مشى المقاطعه ربما كاين العدد محدود وفي الدفعه الثانيه يستافد. واخا كلامك هو الكبير ولكن عيني هذا مشهور في البرج كامل معروف، قول لهم عبد الرحمن اللي كيتنعتوا المقدميه كاملين عارفينهم، الباشا عارفه، مشى حتى للرباط كيشكي ويبكي وباش غيتستافد من لاكريما. الدوسي محطوط، شكون اللي غيشوفه؟ شكون اللي غيقراه؟ شكون غيطالع عليه؟ ما كاينش الا كيستافدوا على ظهر الله وعلم. هنا بالنسبه اللي قلت لي ان المقدميه والقايد او سعاده الباشا اللي انا كنت عارف الحاله ديالو وما استافدش، هو واش تواصل معاهم زعما عندهم وطلع عندهم وطلع عند القايد وقالوا له خلي مرتك وسير. ربما كاين ربما كاين عدد كبير ديال الناس اللي مازال ما وصلتش نوبتهم. ربما ما كاينش، هو الاول هو الاول لحقاش لا معيل لا ما كاين حتى واحد. قالوا له استفدتي من الرماد ما توليش تستافد في القصه، علاش ما يستافدش؟ والحجر نتوما عارفين ان هذا السيد اللي كان تيخرج يترزق الله مع المحسنين ما بقاش غير يخرج، راه كيشت الجوج صافي كلشي كيفرق يجي بحالاته. هذا السيد شنو يمكن وليداتو؟ شنو يصرف على دارو؟ يعني كي ما فهمتش، انا ما بغيت غير نفهم حاجه وحده، هذا السيد هذا واش غيبرا؟ ما غيبراش، ما غيبراش. كون كان غير غيبرا ينوض يخدم نقولوا ايه، يدير بيعه وشريه ما يمكنلوش، يدو وحده غدير له بيعه وشريه ما يمكنش. هنايا باش حنايا الهدف من هذا البث المباشر هو انه يشوفوه المحسنين ويقدموا له يد المساعده. بالنسبه للاستفاده فهو قلت لي انه استفد من الرميد، ربما كاين ناس اخرين اللي ما استفدوش من الرميد وكيستافدوا من القفه، كنتمنوا انه الدفعه القادمه او الدفعه الجايه يستفد منها حتى هو. استفدوا من الرميد وعطاوهم القفه، استفدوا من الرميد وعطاوهم القفه، وكنعرفوهم وبديهم وبرجليهم وعندهم مناش، عندهم مناش وكتستافدوا من القفه مدوبلين ماشي غير القفه وحده، وهو ما يستافد حتى من شي حاجه. دار اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر. هذا السيد ما خصوش غير القفه، خصو حتى هو شي واجب شهري، لانه مسكين حتى هو معاق ما كاينش اللي تيعقل عليه، خصو محل فين يكون. واش غير صبحي هي المريض حاشا كنطلو حبوبه ما قدرش يجلس على الجلده ويتمشى بها، شكون يدخلها عليه؟ ما كاينش اللي يدخل عليه شي حاجه الا ما خرجش، ومسؤولين ولا من الناس اللي محيطين به. صحافي مشى كتب عليه بانه راه عنده الديور عنده الملاكات، بغيت نعرف واش هذا السيد عنده، انت جيتي اختي وشتي واش عنده الملاكات؟ المحسنين فرشوا له محل، جاو لقاوه مفرش حصيره وجوج ملايات فرشوا له على ما يجلس هو ووليداته، ماشي حشومه وعيب وعارف دوله اسلاميه بحال هذه يكون بحال هذه الحاله هذه وما نعتقوهاش. واخا اللي ما يعتقش بالكثير ما يعطيش من القليل، حشومه كاع. حنا كنا شفتو حتى السيد نايله وصلوا هذا الفيديو، وانتم راه عيون العينين ديال هذا الشعب هذا، المساكين اللي ما فحالهمش. حنا يدنا ويديكم ان شاء الله بغيناهم يوصلوا لسيدنا ويشوف هذه الحاله اللي كل مره كيطلب غير بكريمه توصلوا، وما كاين لا حق لا باطل، لا حق لا باطل. الا كيشدوا يستافدوا هما الله اعلم، يجيو يصوروا وياخذوا الحاله المدنيه وياخذوا كل شيء، في الاخر حتى حاجه ما حتى حاجه ما كاينه. بغينا نشوفوا هذا السيد، بغينا نعرفوا حتى الحقيقه ديالو، واش الناس كيستافدوا على ظهره
ولا الله اعلم فين هاد الوراق كاملين. انا وليتك الشهاده انه تدفع الدوسي ديالو في الرباط. ما استفدت من بالنسبه للجمعيات ديال المعاقين هنايا في مكناس، يعني تواصلوا معاه استفدت من شي حاجه؟ ما كاينش اللي دققت على بابه، ما كاين حتى واحد اللي جا. ومعروف مع انه معروف دابا المشكله معروف، واللي قلتي له عبد الرحمن اللي كيتمشى على الجلده يقول لك اه كنعرفوه، ومع ذلك حتى واحد ما دق باب، حتى واحد حتى واحد. والثاني اللي غنبقى مهمش هذا السيد هذا دابا هو مسكين ديك الجديده هو تيكافي. هي انا معاك حقيقه، يعني خصو يستافد من القفه ويستافد من الراميل، لكن انا غير باش نكونوا يعني واضحين، انا قلت ربما حيت هو استافد من الراميل وكاينين ناس اخرين اللي تقريبا بحالو اولا قدو ما استافدوش من الراميل، هما اللي كيستافدوا من القفه على ما زعما الدفعه الثانيه يقدر يستافد منها. فهذه فرصه انكم توجهوا الرساله للمحسنين وكذلك حتى المسؤولين باش يعاونوه على القفه. غير ما نساوش بلي راه كيقوموا حتى هما بواحد مجهود كبير كيقوموا به، الله يحسن العوان، كاين الضغط كاين باش ما نرجعوهمش اللوم دائما وابدا. ولكن انا ما كنهضرش غير على حاليا باش ما كان دابا ربي غيدوز علينا هاد الازمه، الله يهزوا باء ونضوا الحمد لله حنا راضيين بحكم الله. ولكن مستقبلا شنو هاد السيد هذا؟ هذيك اليد ما يجيش واحد النهار، ما يجيش واحد النهار هكايا وغادي تمشي له هذيك اليد؟ لا، ما غيشرفش هاد الراجل، ما غيكبرش، غيولي قاد يخرج. شكون اللي غيدخل عليه تضغم هاد الخبز؟ شكون كاين شي دار اللي غتستقبلو؟ ما كاين حتى دار اللي غتستقبلو دابا حاليا، وتا تيسولوا عليه ويعرفوه شنو وكيفاش وعلاش ومنين عاد يسكنوا، ما تيبغيوش يسكنوا. اللي هو كاري لا، رهنونو المحسنين اللي رهنونو، الله يجازيهم بالخير، هما اللي رهنونو وما بغاوش يبانوا في الصوره، ولكن من حتى هما بدورهم كيناشدوا ان هذا السيد هو ياخذ حقه في دولتنا. الله ينصر سيدنا، دار لنا هو العز ودار لنا بزاف ديال الحوايج، ما نكروش خيره، ولكن ما نكرهش توصل هذه الحاله حتى لعندو ويشوف هذا السيد هذا ويشوف حالته لوجه الله والمحسنين كاملين ان شاء الله. مولاي شو سميتك؟ عبد الرحمن. سي عبد الرحمن، شنو هي رسالتك للمحسنين اللي كيتابعوك الان على هذا البث المباشر؟ المهم هما كيشوفوا ولا ما بغاو يحنوا بقلبهم ويشوفوا كلشي، فهمتني؟ إذا بغاو يشوفوا يحنوا بقلبهم ويشوفوا حالتي ويشوفوا حالتي. أنا غادي نوجه لك واحد الرسالة اللي ربما بزاف ديال متتبعي قناة شوف تي في اللي كيطالبوا بها. تفضل أنا بغيت تسمع. سمحي لنا. سمحي لنا لالا. بخير؟ الله يكمل الله يوفقك. شكرا. هي الله يخرجك الخير في وليداتك. امين. ثلاثة تبارك الله، بركة. ثلاثة بركة. تبارك الله. ما تزيدش شيء، ما عندكش مدخول شهري ولا يومي، ثلاثة الوليدات. تبارك الله. إذا الرسالة هي واضحة. لا لا. شوف ثلاثة الوليدات شنو نتأمل منهم إن شاء الله، يتأمل منهم مستقبل زوين. علاش هو زاد دوك الوليدات؟ باش ربي زعما يعوض له إن شاء الله بإذن الله، نتمناو غير الخير يكونوا به ويحسنوا به. ولكن هاد الوليدات اللي بغيناهم يوصلوا إن شاء الله كيف ما نتمنى وكيف ما تمنى هو، باش غادي يقراو، باش غيكونوا، باش غادي هاني نديرو ما قراوش، غير الصنعة اللي بغاو يتعلموها، الصنعة غتعلميها فابور بلا مخسور. ضروري باش يخدموا، يعني وقال ندير وليداتي باش الا كبر يكونوا بي. الله يندر من الحال والله يدير لي فيها الخير، وكنتمناو انه يكونوا اذن صاغيه اللي تقدم لك يد المساعده، وكنتمناو انهم يلتفتوا لك ويساعدوك وخا على الاقل بالقفة. فانت كيف ما قلتي انك حقيقة ترتي من الرميد، لكن الرميد بوحده ما كافيش بحكم انه عندك ثلاثة ديال الاطفال، والله يدير لي فيها الخير والله يشافي ويعافي والله يندر من الحال. امين اختي امين، هادشي اللي كنتمناو حتى حنايا. والرميد راكي عارفة يلا الاستفادة الأولى، ما كاينش من موراها شي حاجة، مازال تيتناقشوا في داك الشيء، الله يعلم واش يولي يستافدوا ولا ما يستافدوش. يعني اش نقول لك، لا حول ولا قوة إلا بالله. هادشي ما قدم والو، ثلاثة الوليدات وراكي عارفة ورمضان هذا والمخسور كاين. نتمنوا أن رسالته توصل للمحسنين ويقدموا له يد المساعدة، والله ينضر من الحال والله يشافي ويعافي.
فإلا ما استفدتيش من القفه استفدتي من الرميد، كاين ناس اخرين ما استفدوش، ونتمنوا انك تستافد لان حالتك صحيح 24 ما عندها ما دير، وحالتك كتستدعي انها تكون القفه ويكون الرميد ويكون شهريه ويكون الدم تكون لها كريمه ويكون كلش. ويلا اختي فين يستقر ما يكلفطوش في ديور عباد الله، ما يتكلفطش هذا في ديور عباد الله، حول منين سير منين اجي منين، واحد يبغي واحد ما يبغيش، ما تيبغيش ما تبغوش يدخلوا عليه في الديور، تيقول لك لا يمشي ما يخلصش يمشي كدا، بزاف د الحالات، واخا رغم ان واخا محسن هو يجي يخلص عليه وكدا، حنا كنطالبوا غير بدويره لهذا السيد هذا ومشي بمبلغ شهري اللي يكون به وبوليداته، هادشي اللي كنطالبوا به. انت شتي حالته غير تدواش كتيدير يدوش. لا اله الا الله. الى هنا مشاهدي قناه شوف تيفي نقول لكم دمتم بالف خير، والى بث مباشر اخر موضوع اخر. كان معكم شنو قلتي لي اسم؟ عبد الرحمن. كان معكم عبد الرحمن من برج جمولي عمر اللي كيناشد المحسنين باش يقدموا له يد المساعده، فهو كان كيستصدق الله وكاملين كنستصدقوا الله. الان بهذا الكونفينمون ما بقاش يعني المدخول كما كان، هو كيناشد المحسنين باش يقدموا له يد المساعده. دمتم بألف خير وإلى اللقاء. شكرا. تبارك الله عليكم.